ورحمة الله وبركاته. حبايب دودي سبورت، اهلا بكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. وحلقة اليوم النهاردة يا جماعة بتتكلم على صفقة محترمة جدا، محتملة بنسبة 65-70%. مارسيل كولر معجب بيها وجاب لكم النهاردة سي في عليها، وفعلا هداف الدوري البلجيكي، صاحب الجنسية البلجيكية، وصاحب 27 عام، وصاحب التألق والإبداع، وفعلا تشارلي سونا. طبعا تشارلي من مواليد، طبعا يا جماعة زي ما قلت لكم وزي ما هجيب لكم السي في بتاعه، هنتفرج دلوقتي على اهدافه وجماله وحلوياته. وفعلا يا جماعه مش قادر اقول لكم، ده في الفيديو حط كوبري من بين مين بقى؟ من بين نفق الشهيد احمد حمدي، كوبري زي الكتاب ما بيقول. وفعلا كلام النهارده عن اللاعب تشارلي سوا، طبعا صاحب الجنسيه البلجيكيه، صاحب اللاعب، صاحب المهارات العاليه، وصاحب التالق والابداع، صاحب ال 26 27 عام، وهو فعلا مهاجم سفاح بمعنى الكلمه، مواليد 15/10/1996، مهاجم بمعنى الكلمه، هداف بمعنى الكلمه. لو بصيت لتاريخ ميلاده هتلاقيه 27 سنه، يعني الراجل يقدر يشتغل معاك ويديك 7 8 سنين كمان في النادي الاهلي. ومارسيل كولر معجب جدا 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 بالصفقه دي، وبيقول لك الصفقه دي صفقه محترمه وهتقدر تفيد النادي الاهلي. بس انت فك الكيس يا عم خطيب، وانا بقول لك اهو بنتفرج على اهدافه ومهاراته وحلوياته وقطايفه. هو لاعب فين يا كابتن دودي؟ ده لاعب في اضخم ثلاث انديات في العالم، يعني لاعب في تشيلسي الانجليزي، ولاعب في ريال بيتيس، ولعب في سلكا الاسكتلندي، وطبعا هو من مواليد بلجيكا، يعني مهاجم بمعنى الكلمه زي ما بنقول. وفعلا فعلا فعلا مهاجم بمعنى الكلمه. مارسيل كولر معجب بكل امكانياته، بكل التالق والابداع. وانا شايف بصراحه اللي طبعا لعيب كبير زي تشارلي، طبعا لو ترشح او يقدر يوقع للنادي الاهلي هيكون اضافه قويه جدا جدا جدا. هيكون بقى بدل موديست، هيكون بدل محمد الضوي، هيكون مكان علي معلول بنهايه الموسم، هيكون مكان اي شيء من الاشياء الاساسيه. واحنا دلوقتي بنتفرج على اهدافه ومهاراته وحلوياته، وانا شايف بصراحه اللي تشارلي طبعا من امكانياته كويسه جدا 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 اللي هتقدر تفيد النادي الاهلي. وانا شايف اللي بصراحه امكانياته عاليه قوي، شويط مهاري حريف هجام، وطبعا مهاجم زي ما قلنا، وقناص وخطاف. ومش قادر اقول لك بصراحه ان النادي الاهلي فعلا لو قدر يعتمد اعتماد يعني اعتماد بشكل رسمي فهم نظمي، هيقدر يخلص مع الصفقه دي. واحنا بنتفرج على جمال اهدافه وجمال رقته وجمال مهاراته العاليه، يشتغل ناحيه الليفت، يشتغل ناحيه الرايت، يشتغل فرود، يشتغل لو انت حطيته حارس مرمى هيشتغل. امكانياته عاليه جدا جدا جدا، وانا شايف اللي تشارلي هيقدر يفيد النادي الاهلي الفتره اللي جايه. وانا شايف اللي صفقه محترمه زي دي، يعني القيمه التسويقيه بتاعته $1.5 مليون، يعني $1.5 مليون، يعني يعني مش قادر اقول لك اهو، حاجه رخيصه جدا بمعنى الكلمه. لكن انا بقول لك الراجل سمع تشارلي، سمع على النادي الاهلي بطولات، نادي انجازات، نادي تاريخ، نادي قيم، نادي مبادئ، يعني حتى برضه وكيل اعماله موصل له صوره على النادي الاهلي بشكل جميل جدا جدا جدا. وانا شايف اللي تشارلي هيقدر يفيد النادي الاهلي الفتره اللي جايه، وهتكون اضافه قويه جدا بمعنى الكلمه. ولو قدر يخلص تشارلي مع النادي الاهلي هتكون صفقه الموسم بمعنى الكلمه، بعد ما كان قالك ثلاث انديه في العالم من احد الانديه الاوروبيه. وانا شايف اللي ثلاث انديه يقدر يلعب فيهم، وطبعا من اعلى الامكنه اللي في العالم في الكوره العالميه والاوروبيه. وطبعا تشيلسي دي قوايم ثانيه لوحديها، سالتا الاسكتلندي نادي من اعرق الانديه اللي هناك، وطبعا ريال بيتيس من امتع ما يمكن في طبعا الدوري الانجليزي او الاسباني او اليوغوسلافي او الاسكتلندي، كل اي حته بصراحه راحها هيقدر يشرف. هو فعلا تشارلي لعيب كبير بمعنى الكلمه. كلام النهارده كان على تشارلي، وباذن الرحمن يا رب كل حلقه عجبتكم. قبل ما اقفل معاكم نعمل اشتراك للقناه، وبنتمنى من الله تكون الحلقه عجبتكم، نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى 3000 لايك. بنجح بيكم بدعواتكم، وباذن الرحمن اكون دايما عند حظنكم. مارسيل كولر معجب جدا بالصفقه دي، وبيقول لي كابتن محمود خطيب فك الكيس يا خطيب، لما نشوف الكابتن محمود خطيب هيودي النادي الاهلي على فين. علشان مارسيل كولر انا شايف اللي هو عايز يجيب كل شيء داخل النادي الاهلي علشان يفوق النادي الاهلي بانجازات النادي الاهلي. انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدود سبورت. بشكركم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.